السلام عليكم أولاد، أنا واحد السيدة ساكنة في أسفي في الكورس، عندي مرض سرطان و3 سنين دابا وأنا كنداوي فيه، وقهروني التحاليل وقهروني سكانيرات، وعندي سكانير طلع ليا تل الكبدة وما لاقية جات باش نداوي، وكنطلب أوليدي المحسنين والمصاريف ديال الدواء غالي، الترونسبور غالي، كنمشي لي تا لمراكش، وانا واحد السيدة ما في حاليش، مون الدار ديالي ما خدامش، كندير عا كروسة، ودابا قلت صحته وما بقاش خدام بيها، وانا ما عنديش باش نكون مع هاد المرض، عندي وليد واحد كيقرا خصني تا هو باش نعيشو، وانا ما مرض دابا ما بقى ليا باش غنعيشو، كيعاونوني على المحسنين هما اللي كيعاونوني، بقى الله درت هذا هو الفيديو ليا الثاني باش درتو، داك الفيديو عاونوني فيه خوتي باش درت شي بعد السكانيرات، كيعطوني السكانيرات غاليين والتحاليل غاليين، والترونسبور من هنا حتى لمراكش وما عندي جهدش، وما ودهور فيا هاد المرض، ما كنجبرش باش ندير السكانيرات، ما كنجبرش باش ندير التحاليلات، ودابا حابسين عليا الدواء الشيميو، حابسينو عليا دابا شي 5 شهور باش حابسين عليا الشيميو، قال لك خاصك ديري لنا السكانيرات وديري لنا التحاليل باش نشوفو المرض، واش هاد الشيميو اللي كديري واش نافعك ولا ما نافعكش، وانا وليدي كنموت، ما جابرة باش ندير السكانيرات، ما جابرة باش ندير التحاليل، كنتمنى الله وخوتي المحسنين داخلين الوطن وخارج الوطن يعاونوني على هاد المرض، الله غادي يعاونهم والله اللي غادي يزاديهم والله اللي غيحسن بيهم، وانا ما عندي فين نصد، ما عندي من يعاونني سوى خوتي المحسنين وسوى الله سبحانه وتعالى، هادو الوراق خصني نديهم نهار 4 في شهر 3، عاطيني التحليل على الكبده، التلفازه على الكبده والتلفازه على الشرايين، وعاطيني التخطيط ديال القلب وبعد التحاليل، قال لك ديريهم وجيبيهم لينا نهار 4 في شهر 3، وانا ما عنديش باش نديرهم، ما عنديش من يطلع عليا، ما عنديش من يدق عليا، الحاله راه كنشوفوا فيها خوتي المحسنين، عاونوني عاونكم الله، الله اللي غادي يزاديكم، الله اللي غادي يكون بكم اخوتي المحسنين، والله يحفظ صحيحتكم اخوتي المحسنين داخلين الوطن وخارج الوطن، عاونوني عاونكم الله. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.